السلام عليكم، معكم صابرين واهلا فيكم مرة ثانية في فيديو جديد. بعد طلبات كثيرة منكم واللي هو الجزء اعتقد هذا حيكون الجزء الرابع من صناعة الطوابع، اخيرا جاء الوقت اللي اسوي فيه هذا المقطع. تعرفون عوايدي في موضوع الطوابع، انه دائما لما اخلص كراسة احب ازينها بالطوابع او اصنع طوابع لها. عندي هذه اول كراسة ختمتها معاكم، كنت في العادة اسوي هنا طوابع وهنا هذه الكراسة الثانية، سوينا الجزء الثاني من صناعة الطوابع برضو، وهنا سوينا اعمام الفلسطينية. اذكر كان في مقطع ثاني عن الطوابع، اعتقد لما سويت لاخواتي طوابعهم، هذه سويتها بشكل يدوي 100%، هذه رسمتها رقميا وطبعتها. الحين جاء وقت هذه الكراسة، صحيح ما خلصت الكراسة بس 1 2 3 باقي 3 صفحات. في العادة تعرفوني جهة أحط فيها طوابع والجهة الثانية أرسم عليها، بس هذه المرة أبعد بكل شيء بالطوابع. تعرفوا الناس اللي يكون كلها ما فيها مساحة فاضية، كلها طوابع طوابع، أبغى أسوي الشيء هنا. أنا هنا قاعد ألزق طوابع من وقت ما اشتريت هذه الكراسة. لو تذكروا هذه أول طابعتين لزقتها، تعرفت عليها في تجمع الرسامين في أكيبا، هذه حقت عيوش طبعا، وهذه من ران. متحمسة أعبي هذه الجهة كلها. المرة هذه اللي طبعت فيها الطوابع ما كانت بطابعتي الخاصة، كنت أطبعها عن طريق مكاتب، وكمان كنت أحيانا أكلم أختي في المكتب في دوامها تطبع لي هي، بس ما عندي طابعتي الخاصة. هذه المرة بتعرفوا إيش جبت؟ مو بس جبت طابعة، طابعة لونها اللون يا جماعة، الكاميرا ظلمت، والله والله الكاميرا ظالمة اللون البنفسجي. اللون لون. ترى على فكرة أنا متأكدة لو كانت الطابعة لونها أسود ما سويت لها انبوكسينج. كمية مرة كبيرة على فكرة من الحبر، وعشان كذا أخذتها لأنها مفترض أنها موفرة للحبر. وعندي اللون الأسود، كمية الأسود كبيرة، وهذه عبوات الحبر اللي دخلها جوا وهي تلقائيا يعني تتعبى. اكتبوا لي في التعليقات فين أحصل سلك زي كذا لون وردي ولا بنفسجي أو حتى أبيض، يعني على أساس أمشي بنفس الثيم. لون اللون يخليني بدمع، والله ما امزح معاكم. لو سمحت ممكن تفتح؟ واو، قاعد اصور كل شيء اثبات انه ما خبصت حاجه. هنا الحين جاء دور تعبئه الاحبار، وانا بيخوفني هذا الشيء، لازم اشمه طبعا. اخيرا قدرت اطبع. هذا ورق طباعة عادي مو ورق لاصق، وصلت له مويه شويه وشويه اختفى الحبر، فيمكن لو مثلا ابغى اطبع رسمه ولونها بالماء ما راح يزبط هذا الشيء. جيمي جيمي، ليه كده الالوان اول شيء باهته، ثاني شيء ليه بالعرض؟ شايفين فرق اللون؟ هذه أول طبعة طبعتها. شايفين الفرق؟ هذه لسه قبل نص ساعة طبعتها. أوكي، نحل مشكلة الطبعة بعدين، الحين على طول بديت رسم. وزي ما أنتم شايفين دورت على صور في البنترست، على ثيم ستايل وضعية أمشي عليها. أحس المرة الماضية لما سويت الطوابع كانت من غير ثيم معين، ما كان في شيء يجمعها، لكن هذه المرة حسيت أبغى أسوي كل الطوابع بنفس الثيم وبنفس الستايل أو الكلر سيلكشن على الأقل. الرسمة الثانية للأسف ما حطيت الريفرنس لها في الشاشة زي الأولى، بس أخذت الوضعية من رسمة ثانية ولبستها الهودي، وحاولت قدر الإمكان تشبه الرسمة الأولى، أبغاها تكون بنفس الثيم. لو تذكروا رسم شخصيتي بأسلوب فتيات القوة في الكراسة، فتقدر تقولوا هنا غشيت، أخذت صورة لفتيات القوة عشان أمشي فوقها وأعدل عليها وأخليها شبهي، وطبعا خليت لونها بنفسجي. الرسمة اللي بعدها كنت حابة أرسم شخصيتي وهي مغمضة عينها وتسمع بالسماعة يعني، فلقيت هذه الصورة حسيت أنها بتساعدني في رسم هذه الوضعية، وكنت أحاول قدر الإمكان أنه كل رسمة أرسمها على الأقل تكون شبه الثيم مع بعض، ما تكون كأنه من عوالم مختلفة من الأنميات، لكن حابة النتيجة اللي طلعت فيها. في جملة دايما أقولها، أنه ألو الشرطة، دايما أقولها لما يكون في موقف أهبل يصير ولا شيء زي كذا، فحسيت أبغى أسوي لها ستيكر، ويمكن حتى أحطها ستيكر للواتساب. صح، أعتقد كمان أقدر أخليها ستيكرات في الانستغرام في الستوريات، عرفت عليها،
ممكن أسويها. رغم أني متخرجة وما أدرس خلاص، لكن حسيت أبغى أرسم ستيكر له علاقة بالمذاكرة. والخطة هنا أني أرسم نفسي وأنا أذاكر وأبكي وأكتب عليها Do it now, cry later. بس زي ما أنتم شايفين ما قاعدة أكتب أي حاجة حاليا، أنا بس قاعدة أسوي الطوابع كرسم وبعدين حوديها البرنامج الفوتوشوب وأحط عليها الجمل هذه. هنا رسمت الجزمة، للأسف ما صورت البروسيس، لكن ناوي أحط عليها بعدين ورود وحاجات رسمتها أنا مؤقتا، بعدين حرميها في الفوتوشوب وحتعامل معها. فكرة هذه الرسمة جاتني في البنترست لما شفت طوابع باللغة العربية تكون فيها كلمات، ولقيت واحدة من الكلمات مكتوب عليها ما تستسهلنيش. كنت ناوي أطبع الكلمة زي ما هي، بعدين حسيت لا خليني أرسم لها رسمة، فرسمت شخصيتي كذا وكأنها رافعة خشمها أعتقد ومغمضة عينها. طيب نيجي هنا للجزء اللي توقعت يكون ممل، لكن بالنسبة لي كان مرة ممتع، هو أني أصمم هذه الرسمات وأخليها بثيم طوابع. وبصراحة أنا مو رسامة مبدعة لهالدرجة أني أبدأ كل حاجة من الصفر وأسويها بنفسي، وفي نفس الوقت أبغى تكون الطوابع شكلها حلو. استخدمت هذا الموقع اسمه FreeBic ودورت فيه بعض التصاميم والثيمات اللي راح تضيف لمسة كذا للطوابع. الموقع مو مجاني، أنا عندي اشتراك، لكن أعتقد لو بحثته في النت تقدر تلاقوا صور بصيغة PNG مجانية. وصرت مرة أحب الطوابع اللي مكتوب عليها باللغة العربية، فشوية قاعدة أعدل هنا وأشيل الكلام الإنجليزي وأحط عليه كلمات عربية. هذه الطوابع صحيح أنا ما رسمتها، لكن أنا أعتبرها زي الفيلرز، لأنه حتكون أكيد في أماكن صغيرة ما تكفي أني أحط طابعة كبيرة، فححط هذه الحاجات العشوائية. وكمان حبيت أعمل اقتباسات، هذه جملة سمعتها من أغنية وحبيتها مرة، فقلت حتكون مرة حلوة أحطها في الكراسة برضو. كمان الاستيكر الثاني من أغنية ومرة حابة الجملة صراحة. طيب قبل لا أوريكم الطابع اللي طبعتها، أبغى أقول لكم حاجة على موضوع الألوان الباهتة في الطابعة اللي حصل معايا وأنا أختبرها. أنا هنا قاعدة أطبع وأختبرها على ورق طباعة عادي مو على الورق اللاصق، بس عشان أعرف إيش مشكلة الألوان الباهتة هذه. رغم أنه لما أمسحها ضوئيا، يعني أمسح الصورة ضوئيا وأعمل منها نسخة، تطبع لي إياها بألوان غامقة عادي، لكن لما أطبع من الكمبيوتر كل الألوان باهتة. حاولت أكثر من مرة، في كمان هذه شايفين يمكن في الكاميرا تبين اغمق بكثير، لكن في اعتقد جليتش في الطابعه، مشكله يخليني لما اطبع ملف PDF صوره من الفوتوشوب من اي مكان يطلع لي صور باهته، لكن لما اطبع من المتصفح اللي هو كروم شوفوا كيف طلعت الالوان مره غامقه. وعلى فكره هي غامقه كذا لانه انا كنت احاول العب باعدادات الطابعه واخلي اعدادات الطابعه تكون تستخدم اغمق الالوان. يعني انا هنا بعد ما لعبت بالاعدادات يحتاج ارجعها لاصلها، لانه شايفين كيف الالوان مره غامقه ومو هي الالوان اللي ابغاها اصلا. فاللي عنده نفس هذه الطابعه او اللي عنده نفس المشكله يكتب لي في التعليقات ليه تحديدا لما أطبع من المتصفح تطلع لي ألوان مرة حلوة، ولما أطبع من أي برنامج ثاني تطلع لي ألوان باهتة. بس بكل أحوال الطابعة شغالة معنا. الحين صار الوقت أني أطبع أكثر من نسخة، هذه المرة حطبع كثير عشان عندي ضيفة في المقطع. فايزة قولي هاي. هاي. اليوم حطبع كثير لأنه بعطي الفايزة صديقتي من الثانوي، اكتشفت أنه عندها صديقات في الجامعة يتابعوا قناتي، سو يمكن حجهز لكم طابعة بتقصقصيها معايا، طبعا حشغلها معايا في المقطع، حتقصقصها معايا وراح أطلب منها توزعها البنات اللي يتابعون قناتي. نرجسية كأنه صح؟ لكس. أوكي نبدأ نطبع كثير على الورق اللاصق، نلاحظين كيف الورق اللاصق جاي لونه أصفر مقارنة بورق الطباعة. سو بسم الله نبدأ طباعة. هذا مكان الطابعة الجديد، حطيت هذا سرقته بمكتب أختي. الحين عندي مشكلة واحدة واللي هي هذا الستاند، شوفوا العفش كيف كثير هنا. هذا الستاند استخدمه للبثوث، ما عاد في مكان أحط ستاند إضافي هنا، وهذا الستاند كبير مرة كثير الأغراض. هذه هي الرسمات بس موجودة على البرنامج الصور اللي راح أسوي، أنا راح أسحبه على المتصفح بس حطعه من متصفح كروم. anyways نسوي برينت. جيمي جيمي جيمي. على فكرة الطابعة شوية بطيئة لكن ما أمانع صراحة. زمان كانت عندنا طابعة من HP كانت مرة سريعة، لكن أنا آسفة HP أزبل طابعة من ناحية الحبر، أبدا ما أنصحكم فيها. أوكي الألوان مرة تجنن. أوكي الحين نبدأ نشغل فايزة معايا وأكرفها. هذه كلها رسمات. أيوه حلو حبيت. أنا لأنه ما أعرف المقاسات الصحيحة للطوابع أو إيش المقاسات اللي أحتاجها لكراستي،
فكان تلزيق الطبقة الشفافة هذه عليها صعب لأني حقصها واحدة واحدة. كنت محظوظة وقتها أنه فايزة معايا، فقلت يلا كويس أشغلها لأنه هذا الشيء يأخذ مرة وقت. تدا صار عندي مجموعة من الطوابع. شكرا لفايزة لأنه صراحة سرعت شغلي مرة كثير. عندي كم حبة باقي ما حطيت عليها الطبقة العازلة، تو أستوعب أنها طابعة انكجت يعني أحبار، ولأنه كانت يدنا شوية تعرق وإحنا كنا نقص الطوابع، شوفوا كيف طبعت أو ساحت الألوان، فهذه الأحبار أبدا ما تتحمل الموية. عموما الحين نبعدها على جنب. أول حاجة أبغى أزينها كراستي، وأبدأ هنا. الحين أنا عندي طوابع كبيرة وعندي حاجة أنا أناديها شخصياً الفيلرز. ما حبيت ألزق بشكل عمياني فقعدت أرتب الطوابع هنا وهناك قبل لا ألزقها من جد. نسيت طابعة. نسيت طابعة تحطها على الشرطة. دقيقة حطبعها الآن. ثواني. طيب جمعت هذه الصور بهالطريقة، الحين حطبعها. ألزقها كلها بورقة واحدة بلصاقة واحدة، ما بخرب الترتيب. يا خوف كله يا أخي، بفكه كله. لا يوتر. أوكي فكيت كله، whatever. يا رب يساعدني. So smooth. الله. حتروح حتروح حتطلعي يعني حتطلعي. أوه واو، كده أسهل بس في نفس الوقت يوتر. في هذا المقطع قصيت كمية كبيرة من الطوابع، إصبعي وجعني بعد ما خلصت التصوير. بإذن الله ناوية في المستقبل أجيب جهاز الكريكت أو الكريكت، بس حاليا أحس ما له داعي لأنه ما قاعد أسوي طوابع كثير، أسويها مرة مرتين في السنة. خلصنا المكان اللي وصلناه، حشيل هذه وأحط بدالة هذه هنا كبيرة تكون. يا أخي أنا ما أدرس فأحس غلط أحط هذه، يمكن أحط دي هنا. أبى أحطها شوية فوق بعض، عرفتوا؟ أحط دي هنا. كل حاجة بتعدي مهما كان حلمك تقيل، ما تستسهلنيش. أحطها أوكي أوكي أوكي. I like this I like this. عندي هذه أحط واحدة هنا، عندي واحدة تانية صغيرة. شوفوا هذه الماوس، أعتقد نبدأ بالكبار بعدين حبة حبة ننتقل للصغار. نبدأ بأهم واحدة دي. أنا مبسوطة. أوه ماي جاد، ما توقعت حنبسط كذا. قاعدة أفكفك طوابع ألزقها ورا بعض، هذا حلمي. صار هالفترة أسمع أغاني كايروكي كايروكي، مرة أحب الأغنية عشان كذا سويت لها ستيكر. أصلاً هذه لازم ألزق لها البتاعة، أحطن لها واحدة مقصوصة عشان ما أقص واحدة جديدة. تدرو؟ أو ماي جاد، شوفوا إيش لقيت. هذه أذكر أخذتها من شي إن على أساس أنها شفافة وطلعت مو شفافة، شايفين؟ وشفت ناس بيطبعوا عليها، سو خليني ألزق ذا العفش كله وأجرب أطبع على دي. وعلى فكرة وصلتني ورقة واحدة، طلبتها من شي إن، أعتقد كانت رخيصة، كانت بخمسة ريال. بعد ما أخلص الفوضى دي حطبع عليها. أنا مبسوطة، اليوم أسعد يوم في حياتي. طوابع كثيرة، أحس أول مرة أتعامل مع كمية طوابع زي كذا. واللي سهل شغلي صراحة إني استخدمت على طول ثيمات جاهزة. ماني عارفة ليه حسيت إنه ممنوع وغير قانوني أستخدم ثيمات جاهزة، إنه عادي، إيش المشكلة؟ تدروا من بين كل الطوابع دي اللي سويتها أكثر حاجة ريليتابل هي هذه الطابعة. أنقل فيديوهات وصور والملفات، ملفات الفيديوهات والصور مرة كثيرة، مع كذا ما أتأدب أسميها زي كذا. ما عملت أشجار صبار، لا هذا غير قانوني، ما سويت أشجار صبار، نسيت. تدا لسه أبغى أزود، لسه ما شبعت، بس أحس لأنه ما طبعت كفاية حاجات صغيرة فيلرز. أنا حاسة بالسعادة. على فكرة ناوي أجيب نفس الكراسة مرة ثانية أول ما تخلص هذه، بس الشيء اللي راح أسويه المرة الجاية راح أغطي هنا بلون أبيض وراح أزين هنا بالطوابع على كيفي. سو أحس كل ما لقيت طابعة جديدة حلزقها هنا. نحط هذه طابع مكررة هنا حتكون. طب خلينا أوقف هنا لأنه عيني على هذا الورق، أبغى أجرب أطبع عليه وهو الورق الوحيد، يا يزبط يا ما يزبط. وكمان اتحمل شوية.
المفروض كان أفكه من البداية. اشتريت غلاف لجوالي جديد في هذا الباترين، فحسيت راح يناسب إني ألزق عليه طوابع برضو يعني زي هذه، ممكن حقت فتيات القوة أحط واحدة هنا، أحط مثلا يا خراشي، شايفين؟ Oh my god so cute. شوفوا راح أعيد طباعتها وأغير المقاسات. سو طيب أنا عملت مجموعة من الطوابع العشوائية، بس جهزت كم حبة كده صغيرة للجوال عشان مرة واحدة أحط الستيكر الشفاف عليها وأقصها كاختبار، بس راح أحط هذه الصغيرة وأشوف إذا راح يلزق في الورق أو لا، لأنه أحس حي كيف أقول لكم حيبصم، ما حيمسك السطح اللميع ده. واو واو ربي طبع. تدروا قبل لا أطبع دورت في النت إذا هذا ينفع أطبع عليه على طول، شفت ناس كثير يقولوا أنه دار الورق ينفع أحطه في الأكواب، سو بجيب يمكن هذه الكاسة حقت الألوان واختبر عليها. دخل هواء، حنعدل بعدين، لاحقين. كان قص هذه الطوابع أصعب بكثير لأنه كانت مرة صغيرة، أحس يدي عضلت مع القص هذا الأسبوع. وهنا حاولت قدر الإمكان أنه تقريبا أسوي نفس العشوائية اللي سويتها في كراستي، يصير كأنه الجوال والكراسة مطقمين سوا. No, ما يمسك الغرع على الغلاف. Super Shaco! Oh my god! So cute! اكتبوا لي في التعليقات كيف أثبت اللزقات هذه على الغلاف، بالي أغطيه بغرة مدبوج ولا أسوي، ماني عارفة شو كيف قاعد يتفك. يا حرام كنت متحمسة أزين هذا الغلاف. So cute! Oh my god! كذا صار عندي دفتر مليان طوابع، الجوال مليان طوابع، الحين برجع للكمبيوتر مرة ثانية وبعمل تصاميم، ما حعمل رسمات بس يمكن حدور في النت حتى، نرجع بعد شوية. الحين أنا جمعت مجموعة من الصور الجاهزة من نفس الموقع اللي حكيتكم عنه ما عدا هذه. هذه الصورة أعتقد لوحدة من ألبومات أغاني 53 Thieves، الفرق اللي مرة أحب أسمع أغانيها، فقررت أطبعها وأحس كمان يناسب الثيم. حاولت قدر الإمكان أدور حاجات كذا شوية فيها أبيض وأسود أكثر شيء لأنه هي اللي يناسب ذا الورق. اوكي خليني اقول لكم انه لا والله زبطت. اوكي يمكن لانه الخط مره صغير فهذه ما عادت واضحه. شوف صراحه ما توقعت الالوان تكون كذا واضحه، توقعت العودي هذا شويه حيصير وردي، انه حقت فتيات القوه صارت شبه شفافه. بما أنه ذي طابعة خربانة أبغى أجرب ألزقها في كوب، لأنه ما عندي أكواب أظن في البيت، أبغى ألزق عليها طابعة وأنا ماني متأكدة كيف راح تلزق ولا لا. راح أستخدم كاسة الألوان المائية بس عشان أتأكد. واو سو كيوت شكله. دقيقة هذا يصيح مع الموية؟ لا شوفوا. أوكي ما ينفع. عندي حقة حب حياة حلم، هذه طلعت حلوة بس المساحة السوداء فيها مرة أكبر من المساحة الملونة، فما أحسها مرة زبطت، بس هذول الاثنين مرة حابتهم. أحس هذا الورق مرة مناسب لأفكار زي كذا، أنكم تستغلوا من المساحة الفاضية أنكم تستفيدوا منها تكون هي الخلفية اللامعة. وهذه لأنه شوفوا اللون عودي غامق لمعتها مرة ستر، في لمعة بس مرة خفيفة وحابة الشيء. عموما هذه حق أصقصها في البث لما ألاقي وقت. بس إيش موضوع البث الأساسي؟ شوفوا لأن أنا الحين صار عندي طابعة أقدر أستخدمها في أني أرسم رقمي وبعدين أطبعها ولونها يدويا بالماركرز. فاللي راح أسوي الحين أني راح أطبع رسمات رسمتها رقميا، حطبعها بس بالتحديد وراح ألونها معاكم في البث. الحين عشان أطبع الرسمات اللي أبغاها راح ألونها بالماركرز، قلت لكم أنه أفضل ورق وأرخص ورق للماركرز هو ورق طباعة الشهادات. هذا الورق خلص عندي، سو اللي أقدر أستخدمه هو كراسة كانسون. هذا كراسة لو تذكروا أخذتها قبل سنتين يمكن سنة في مقطع أدوات رسم مدرسية، حتى نفس المقطع وصخت هذه الصفحة. هذا المفترض مقاس A4، هي مقاسها مضبوط A4 من هنا إلى هنا، يعني التخريمات المفترض مع الورقة، عرفتوا؟ أعتقد الطابعة ما راح تحس كثير لو قصيت هذا الجزء، حطبع الجهة الناعمة لأنه زي ما قلت لكم الماركرز كل ما كان السطح أنعم كل ما كان أفضل. خليني أوريكم الرسمات اللي حطيتها، هذه كلها رسمات قديمة على فكرة، حطيتها يعني في حسابي في الانستغرام، أنا بس اللهم أخذتها وجمعتها في صفحة واحدة. حطها على الجهة الناعمة وإن شاء الله تطبع زي الناس، أنا متوترة.
والله طلعت بيرفكت صراحة. ورق الألوان المائية ما أقول لكم مش مناسب للماركرز، بالعكس أفضل نتيجة مع الماركرز تطلع مع الألوان المائية، بس مشكلة الألوان المائية شغلتها تشرب الموية فراح ينشف لكم الحبر بسرعة، لكن هي مجرد رسمات صغيرة وأصلا ألواني شبه ناشفة فعادي. بكل الأحوال اللي حاب يشوف نتيجة هذه الرسمة راح ألونها بالماركرز واحتمال ألونها بالمائي، بشوف في البث راح يبان، راح أختبر الحبر ده، وكمان يمكن في البث راح أخلص الشغل وأقصقص الطوابع دي، وكمان عندي الطوابع اللي قبل ما كملتها. سو اللي مهتم يحضر معنا البث يوم الخميس الساعة 4 العصر. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والمشاركة، أشوفكم هناك، باي. أول حاجة حابة أقول شكرا لبؤيد لأنه كانت هذه الطابعة بقي بس منها ثلاثة وكنت أستنى لأنه كان آخر الشهر والوضع طفرة عرفتوا، فمرة أنقذني أنه ساعدني يجيب لي هذه الطابعة قبل لا تخلص. اكتبوا لي في التعليقات إيش كمان حاجات هبلة أبغى أطبعها، الحين صارت يجيني أفكار لمقاطع كثيرة مع هذه الطابعة. أحس سهلت علي شغلي مرة كثير على أني أروح مكتبة في كل مرة أقدر أطبع وأشوف النتيجة وأغير على كيفي. وزعلانة أنه سجلت المقطع مع صحبتي على أساس نقصقص مع بعض وأجهزها طابع لزميلاتها في الجامعة، بس للأسف بعد ما جهزتها وكيستها في أكياس سافرت ونسيت أحطها لها في الشنطة. ما أدري من زميلاتها راح يتابع هذا المقطع تحديدا وهذا الجزء من المقطع، فأعتذر لو في نص المقطع وعدتكم بحاجة وبعدين فجأة ما صارت، بس إن شاء الله مرات جاية كثيرة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والمشاركة، أشوفكم المرة الجاية، باي.